الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي. خلال اتصال هاتفي مع رئيس ورئيس الوزراء العراقيين، الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ويشدد على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم. مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات لمحتجين بالمنطقة الخضراء ببغداد، والكاظمي يدعو المتظاهرين للانسحاب الفوري من المنطقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي والتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، وذلك بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود حشد التمويلات الائتمانية الميسرة والمرتبطة بقضية تغير المناخ ومسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ. وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، والتي تعرف باسم نوافي، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية. مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. كما استعرضت السيدة الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عدداً من المحاور الرئيسية وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية. كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج نوافي، وذلك بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر. كما عرضت السيدة الوزيرة ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار
بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقاً لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع أخيه الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق، وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد خلال الاتصال على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار، حفاظا على أمن واستقرار وسيادة البلاد. وأعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب للمساهمة في أي جهد مشترك لإنهاء التصعيد والمواجهات. من جانبه أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن خالص التقدير للرئيس السيسي على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبرا عن وقوف مصر بجانب دولة العراق الشقيقة لدعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل أي جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسارا للحوار وإنهاء التصعيد الحالي. وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس الوزراء العراقي عبر عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع في العراق، وذلك في إطار عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا المساعي والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب الرئيس السيسي أنه يتابع الموقف الراهن بالعراق. وفي جديد تطورات العراق، قتل وأصيب العشرات جراء اشتباكات بين المحتجين في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. في غضون هذا عزز الجيش العراقي من وجوده في العاصمة بغداد بعدما اقتحم المحتجون القصر الحكومي في العاصمة، وفرضت السلطات حظرا شاملا للتجول في أنحاء البلاد. من جانبها دعت القيادات الأمنية العراقية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول، مشددة على أنها تعمل حاليا على حفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، كما وجه بفتح تحقيق عاجل لكشف مصدر إطلاق النار في المنطقة الخضراء. وخلال اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، جدد الكاظمي توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف. كما دعا رئيس الوزراء العراقي المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وعدم إرباك الوضع العام في البلاد وتعريض السلم المجتمعي للخطر. من جانبه دعا الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية وإفساح المجال للقوات الأمنية للقيام بدورها، كما دعا الرئيس العراقي القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها والترفع عن الخلافات، مضيفا أن تعطيل المؤسسات الحكومية أمر خطير وأنه يجب الحفاظ على المسار السلمي الدستوري.
وفي اجتماع لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى في العراق، تمت الدعوة إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية بالبلاد. وأكد الرؤساء أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق واجب على جميع العراقيين. جدد الاجتماع دعمه كذلك لدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني في الأسبوع الجاري لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات بشأن حل الأزمة الحالية. من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى إطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة العراق واستقراره. وأوضح الحلبوسي أن ما آل إليه الوضع اليوم ينذر بخطر كبير، مطالبا بتدخل من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس. كما حذر رئيس مجلس النواب العراقي من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم التي تتبناها الدولة وما تشمله من استكمال تطوير المناهج التعليمية. أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع لاستعراض ملفات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الحكومة في التوسع في إقامة مدارس النيل والمدارس اليابانية. كما أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف التعليم الفني وحرصها على تطويره والنهوض بمستوى الخريجين بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل ويدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري. وفي اجتماع آخر لاستعراض ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على نجاح تجربة الجامعات الأهلية والتكنولوجية لما لها من دور مهم في إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر. الاجتماع شهد كذلك تسليط الضوء على تنسيق الجامعات الأهلية في ضوء اهتمام الدولة بهذه التجربة، حيث تمت مراجعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية استعدادا لبدء الدراسة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور وزارة الثقافة في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وغرس قيم الانتماء للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمل وزارة الثقافة. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على تطوير قصور الثقافة في المحافظات لتكون نقاط جذب للمواطنين وتقدم فيها الأنشطة الثقافية المتميزة، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة هذه المراكز الثقافية بما يحقق المستهدفات. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على اقتصاد البلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 557 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 279 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 104 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 996 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف، 134 بندقية، 85 بندقية آلية، 52 مسدساً، 723 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و115 خزينة، إضافة ل 1601 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 500,249 حكماً قضائياً، من بينهم 1,852 حكم جناية و 181,928 حكم حبس و 245,964 حكم غرامة و 70,505 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 125 متهماً وإعادة 34 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1446 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 268.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 342.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 39 كيلوغرام، وضبط حوالي 8 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 11,272 قرص مؤثر و 15,118 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 32 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 18 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. ما زلنا مع جهود وزارة الداخلية، حيث وصلت حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 486 قضية تموينية
بمضبوطات بلغت 160 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 41 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 119 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية، من بينها 196 قضية خبز ناقص للوزن و174 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وقد تم ضبط قرابة 12 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 تدرك التحديات المتعلقة بقضايا تغير المناخ. وخلال كلمة ألقاها في أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، أكد شكري أن مصر مستمرة في تحليل وتقييم تنفيذ التعهدات والالتزامات الصادرة عن قمم المناخ السابقة بباريس وغلاسكو. الدول النامية على وجه التحديد في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التبعات بينما تواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها وتحديات التنمية. كرئاسة قادمة لكوب 27 فإننا ندرك هذه التحديات وأنه يجب أن نواجه تغير المناخ، ونحن مستمرون في تحليل هذا الوضع المتطور وتأثيراته بالإضافة إلى تقييم تنفيذ التعهدات السابقة والالتزامات من باريس حتى غلاسكو. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المجتمع الدولي متأخر في الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل بتغير المناخ، مشددا على ضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية في هذا الصدد. العلم قد أوضح أن المجتمع الدولي متأخر للأسف في إجراءات التكيف والتخفيف والتمويل. الكثير من التعهدات بشأن التكيف والتخفيف قد تم إطلاقها في غلاسكو ويجب أن يتم الوفاء بها. إن الانتقال إلى الطاقة المتجددة والعودة مرة أخرى من قبل الكثير من الدول المتقدمة إلى استخدام الوقود التقليدي أمر مقلق بالنسبة لنا. تمويل التكيف يجب أن يتزايد وأن نفي بالمئة مليار دولار أمريكي، فهذا يؤثر على جهود أفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمواجهة تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات والآليات للتعامل مع التحديات المرتبطة بالضرر والخسارة لم تكتمل بعد. هذا ويشارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لمؤتمر كوب 27 في المائدة المستديرة الوزارية في الجابون. يأتي هذا الاجتماع في إطار فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا بحضور وزير البيئة الجابوني ووزراء المناخ الأفارقة. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير البيئة في الجابون لي وايت، حيث شهد اللقاء بحث موضوعات تغير المناخ وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي. سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس الجابون علي بونغو أوندمبا دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في قمة قادة العالم يومي 7 و8 من نوفمبر المقبل، والتي تنعقد في إطار فعاليات مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ. واستعرض شكري خلال اللقاء رؤية مصر لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، مشيرا إلى اعتزام مصر أن تكون رئاستها المقبلة للمؤتمر معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بالمناخ. وخلال اللقاء أكد الجانبان أهمية التشاور المستمر خلال الفترة المقبلة لبلورة موقف إفريقي موحد إزاء القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بعثة وكالة الطاقة الذرية تصل كييف اليوم لبدء مهمة تقييم الأضرار بمحطة زابوريجيا، وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بقصفها. قال
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية ستصل إلى كييف اليوم. وأوضحت الخارجية الأوكرانية أنه من المتوقع أن تبدأ البعثة مهمتها في العمل بمحطة زابوريجيا النووية في الأيام المقبلة. من جانبها أوضحت الوكالة الدولية أنها ستجري عمليات تفتيش للمحطة، وستقوم بعثتها بتقييم أي ضرر حدث جراء القصف الأخير. وأكد المدير العام للوكالة الطاقة الذرية ضرورة حماية سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. في بادرة أمل من شأنها إنقاذ أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بأكملها، يقوم فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة إلى محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت للقصف مرات عدة في الأسابيع الأخيرة. وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي على ضرورة حماية أمن أوكرانيا وأمن المحطة الكبرى بالقارة الأوروبية. وتأتي الزيارة بعد أن وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في زابوروجيا بأوكرانيا بأنه يتدهور بسرعة، إذ أكد أن أي عمل عسكري في محيط زابوروجيا يعرض العالم إلى خطر نووي يجب أن يتوقف على الفور، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن توجيه ضربات قرب المحطة النووية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من القصف قرب المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. فعملية القصف الأخيرة جاءت بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف المحطة، الأمر الذي أثار مخاوف دولية بالغة. ورغم أنه تم فصل اثنين من مفاعلات المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بسبب القصف خلال الأسبوع الماضي، كشفت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية عن عدم توفر أي معلومات جديدة عن وقوع هجمات على المحطة. وبين اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بقصف محطة زابوروجيا، تبقى المخاوف الدولية باقية من تعرض المحطة لأي قصف قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قصف الجيش الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيا النووية تصرف انتحاري وفي غاية الخطورة. أضافت زاخاروفا أن مزاعم الغرب بأنه اضطر لإقناع روسيا مطولا للسماح بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة كذب وتضليل، مشيرة إلى أن روسيا تتوقع أن تكون استنتاجات بعثة وكالة الطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة موضوعية ومهنية وخالية من أي صبغة سياسية. إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا، وصفها بالأصعب في تاريخ الوكالة. وخلال زيارة أجراها إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، أرجع كوليبا صعوبة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى النشاط القتالي والمعارك التي تدور على مقربة من الموقع، إلى جانب الطريقة التي تحاول روسيا من خلالها إضفاء شرعية على وجودها في المكان على حد تعبيره. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تحاول إضعاف أوروبا عن طريق ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي. أضاف زيلينسكي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين، أضاف أن روسيا تحاول منع الدول الأوروبية من ملء مخزونها من الغاز، لافتا إلى استعداد بلاده لتقديم الغاز لأوروبا من مخزوناتها من الغاز الطبيعي. قالت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا إن وزير الدفاع لويد أوستن سيلتقي في 8 سبتمبر في ألمانيا نظراءه من الدول الحليفة. ويبحث الاجتماع الأزمة الحالية في أوكرانيا والتحديات الأمنية المختلفة التي يواجهها حلفاء وشركاء الولايات المتحدة. يعقد الاجتماع بمبادرة من واشنطن في قاعدة لرامشتن الأمريكية غرب ألمانيا. أعلن الجيش الروسي إحباط الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في منطقة خرسون وميكولايف. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة العسكرية الأوكرانية عن بدء هجوم مضاد في منطقة خرسون. وأوضح نائب مجلس المدينة أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير قاعدة عسكرية روسية، كما شنت ضربات جديدة على مستودعات ذخيرة روسية.
ذكرت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك والمعني بالإشراف على تنفيذ مبادرات حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة 3 سفن تجارية اليوم إلى 3 دول. هذا وستغادر سفينتان من ميناء أوديسا والثالثة من ميناء بوزني. ولفتت المنظمة الدولية إلى أن إجمالية حمولة الحبوب والمواد الغذائية الأخرى المصدرة من الموانئ الأوكرانية 3 المتفق عليها في المبادرة قد بلغ حتى أمس الأحد ما يصل إلى 1,250,000 طن. يبحث الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري طلبا أوكرانيا بمنع إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الروس للدخول إلى الدول الأوروبية. يأتي ذلك وسط انقسام بين آراء دول التكتل بشأن جدوى هذا القرار وإمكانية تطبيقه. بعد عقوبات سياسية واقتصادية فرضها الغرب على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، يبدو أن المرحلة القادمة ستطال المواطنين الروس بشكل مباشر. فمن المقرر أن يدفع الروس الذين يسافرون إلى الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال بجانب تحمل المزيد من الإجراءات البيروقراطية للحصول على تأشيرة قصيرة الأجل في إجراء يبدو أنه ليس موضع إجماع أوروبي ويتعارض مع الخط الذي تتبعه الدول 27 حتى الآن على صعيد العقوبات. الحكومة التشيكية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تعتزم اقتراح تعليق اتفاقيات تيسير التأشيرات بالكامل بين الكتلة وروسيا وبيلاروسيا في اجتماع لوزراء الخارجية في براغ هذا الأسبوع. ويتوقع المسؤولون نقاشاً حاداً في براغ حول نطاق القيود، إذ يحتمل أن تتراجع ألمانيا والنمسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على السياسة عن فكرة فرض القيود، وتتيح منطقة شنغن الخالية من التأشيرات الوصول إلى الكتلة بأكملها. لذلك تدرس حكومات البلطيق كيفية منع دخول المواطنين الروس المسافرين بتأشيرات شنغن صادرة عن دول أوروبية أخرى. وتلقت دول منطقة شنغن 3 ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021، بينها 536,000 طلب من مواطنين روس رفضت حوالي 3% منها. قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3% هذا العام. وأوضح بيلوسوف أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط بما يزيد قليلا على 2% هذا العام، مضيفا أنه يتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض لا يزيد على 1% في 2023. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يستعد لتدخل طارئ وإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء الأوروبية مع تعرض لانتقادات متزايدة في مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الإصلاح تطالب به فرنسا منذ فترة طويلة، ولكن تنقسم بشأنه الدول 27 على جدول أعمال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 9 سبتمبر القادم في بروكسل. دعت رئيسة الوزراء الفرنسية الشركات لوضع خطط لترشيد استهلاك الطاقة بحلول شهر سبتمبر المقبل، وأضافت أنه يجب على الدولة أن تكون مثالاً يحتذى به، وأن تنتهي كل وزارة من خطة لترشيد الطاقة بنسبة 10% على الأقل. توقع بنك جولدمان ساكس أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام. وأكدت المؤسسة المالية الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في طريقه للانخفاض بنحو 1% حتى منتصف عام 2023. قال عضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إن البنك بحاجة للتحرك ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة الشهر المقبل من أجل السيطرة على التضخم.
هذا وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. رفضت وزارة الخارجية الصينية شكاوى تايوان من تكرار تحليق الطائرات الصينية المسيرة بالقرب من جزر تسيطر عليها تايبي. وخلال تصريحات صحفية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لينغان إن الطائرات الصينية المسيرة تحلق فوق الأراضي الصينية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يستحق الضجة على حد وصفه. تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا في البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا. وفي خطاب له من العاصمة التشيكية براغ قال شولتس إن استمرار توسيع الاتحاد الأوروبي في اتجاه الشرق هو مكسب لأوروبا بالكامل، مشيرا إلى أنه يقترح أن ينتقل الاتحاد الأوروبي تدريجيا إلى اتخاذ القرارات بالأكثرية في السياسة الخارجية المشتركة وإسقاط حق النقد. طلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ الكامل. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية أن هذا اليوم هو اعتراف عالمي بالضرر المهول والمستمر الذي حصل باسم سباق التسلح النووي، كما أضاف أنه لا مكان للأسلحة النووية في العالم، مشددا أنها لا تضمن الانتصار أو الأمان، بل إنها لا تؤدي إلا إلى الدمار. أعلنت مفوضية الانتخابات في أنغولا أن حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الذي يحتفظ بالسلطة في البلاد منذ 5 عقود فاز في الانتخابات الوطنية التي جرت الأسبوع الماضي، مما يمنح الرئيس جواو لورينسو فترة ولاية ثانية. وقالت المفوضية بعد فرز جميع الأصوات إن الحزب حصل على أغلبية 51.17% من الأصوات، فيما نال منافسه القديم الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا أونيتا 43.95%، وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق. انطلقت أولى القوافل الشاملة التي تجمع جامعات إقليم شرق الدلتا في قرية أم حبيب بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة جامعات قناة السويس وبورسعيد ودمياط والسويس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتهدف القافلة إلى إيجاد التكامل الإقليمي بين الجامعات المصرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى دعم المنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية وضواحيها، حيث تأتي القوافل مجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة.
وقعت القافلة الطبية بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية وقعت الكشف على ما يقرب من 600 مواطن. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية، كما ضمت معملا للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنف دوائي يتم تقديمها بالمجان، بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد. وأوضحت الوزارة أن القانون ينص على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير المياه بمدغشقر سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء أكد وزير الزراعة استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في مدغشقر. من ناحيته أكد وزير الزراعة بمدغشقر تطلعه إلى الاستفادة من التكنولوجيا المصرية لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في بلاده. اجتمعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع ممثلي شركات تحالف منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ شركتي بيئة الإماراتية وجرين بلانت لبحث تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع مستوى النظافة بالمدينة في إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم. واستعرضت وزيرة البيئة خطط عمل المنظومة الجديدة من حيث مناطق العمل بالمدينة، سواء منطقة إقامة المؤتمر وفعالياته والشوارع الرئيسية والمحميات الطبيعية والمعدات التي سيتم الاستعانة بها، بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من 477 حاوية بالمدينة تعزز توجه الفصل من المنبع وإعادة التدوير ودعم رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات وتوفير الأيدي العاملة اللازمة. بدأت محافظة البحر الأحمر التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة. يأتي ذلك طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لمعالجتها في الزراعة. بتكلفة تخطت 875 مليون جنيه، بدأت محافظة البحر الأحمر التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. المحطة التي تعمل بطاقة 90 ألف متر مكعب في اليوم وتشمل 12 حوضاً، تم توجيه خط منها لزراعة الأشجار الخشبية بمساحة تبلغ قرابة 3000، فيما سيتم توجيه الخط الثاني لزراعة الأشجار المحيطة بمطار الغردقة الدولي. المحطة عندنا محطة معالجة ثلاثية بتعالج مياه الصرف الصحي علشان تخرج آمنة للاستعمال الأدمي. بتستخدم المياه المنتجة عندنا بتستخدم في ري الغابات الشجرية. عشان توصل للمنتج بتاعنا بتمر بثلاث مراحل. وتقع المحطة على مساحة 250 ألف متر مربع شمال مدينة الغردقة، وتحتوي على مبنى مدخل للمحطة ومبنى المعالجة التمهيدية والمصافي وحوض فصل الرمال ومصيدة الزيوت والشحوم. هذا وتتضمن الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر تحديث وإعادة تأهيل نظام الري والاعتماد على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية وتبطين، بالإضافة إلى إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلا عن تعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه. ما هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما هبة حسين ومحمد عبدو. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا.
أهلا بكم. بحثت مصر وجيبوتي فرص التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي بصناعة البترول والغاز. وخلال استقباله نظيره الجيبوتي يونس جيدي، أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخي الداعم للأشقاء الأفارقة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء باحتياجات جيبوتي بالصناعة البترولية. من جانبه، أكد الوزير الجيبوتي أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة في هذا النشاط للعمل على أرض جيبوتي لنقل خبراتها وإمكانياتها. شهدت الرقعة الزراعية بمدينة تورسيناء توسعاً كبيراً ونجاحاً بزراعة العديد من المحاصيل على مدار العام. كان أحد أهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي، والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة. شهور قليلة تفصلنا عن المؤتمر العالمي قمة المناخ كوب 27، والذي يضع في أولوياته الزراعة والأمن الغذائي، حيث تعد الزراعة من أهم المصادر المسؤولة عن توفير الأكسجين وتقليص نسبة ثاني أكسيد الكربون لخلق مجتمعات نظيفة خالية من التلوث. ففي مدينة طور سيناء شهدت الرقعة الزراعية توسعاً كبيراً ونجاحاً في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام. وكان أحد أهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي الكومبست، والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة. فالتسميد بالكومبست يحافظ على خصوبة التربة والاحتفاظ بالمعادن الهامة لعملية الإنبات، وأيضا له دور كبير في توفير المياه وعدم إهدارها. مدينة طور سيناء نجحت أيضا في حصاد العديد من أنواع التمور، من أهمها البرحي والمجدول، كما كان لأشجار الزيتون النصيب الأكبر في جنوب سيناء، فتختلف ثماره ما بين القلماطة والتفاح، والذي يتميز بكبر حجمه ويشبه ثمرة التفاح في بداية نضجها، والذي يستخدم للتخليل. من الزراعات اللي ناجحة وثبتت وجودها جدا عندنا في طور سيناء زراعة النخيل، وخصوصا صنف المجدول نجح جدا جدا، وتبين ان له طعم ومذاق وصفات جودة مختلفة خالص عن اي منطقة تانية من مناطق الجمهورية عندنا في مصر. زيادة الرقعة الزراعية هدف تبنته الدولة منذ سنوات، وظهر ذلك جليا في كل انحاء محافظة جنوب سيناء لتوفر الغذاء للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية. قال وزير الكهرباء إن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة. جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة الجيبوتي يونس جيدي والوفد المرافق له لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. إلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة. خسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.708 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 66% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. كما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.14 جنيها للشراء و 19.25 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.24. الجنيه الإسترليني 22.38. الدرهم الإماراتي 25.25. أخيرا الريال السعودي 5.9.
في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تترقب السوق إعلان مؤشر مدير المشتريات الياباني ومؤشر مدير المشتريات الصيني ومؤشر أسعار المنازل ببريطانيا وغيرها من الأخبار التي تسهم في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ليسجل المعدن الأصفر 2743 دولارا للأوقية. محليا وصل عيار 18 إلى 928 جنيها للجرام، عيار 21 وصل إلى 1083 جنيها للجرام، عيار 24 1238 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8664 جنيها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، حيث تلقت أسعار النفط دعما من تنامي التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك بلس نحو خفض إنتاجها بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار بأسواق النفط العالمية. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 4.4% لتبلغ 101.35 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.9% لتبلغ 93.73 دولارا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.27% لتصل إلى 3.95 دولارا للتر، في حين تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.86% لتسجل 9.29 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. تراجعت الأسهم الأوروبية بصورة حادة، بينما ارتفعت عائدات السندات بعد أن ارتفعت تصريحات صناع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم وسط تزايد مخاطر حدوث ركود. انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.8% إلى أدنى مستوى بأكثر من شهر. كانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعاً بنسبة 1.4%. كما قفزت السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى أعلى مستوى بشهرين. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ومحمد إليكم. شكرا لك يا رغد. بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس مع المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري في العاصمة اليونانية أثينا، بحثا الجهود التي تبذلها اليونان للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اليوناني أن كانت من إحداث اختراق سريع لمجال الطاقة المتجددة، مضيفا أنه يسعى لإضافة 2 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة عام 2022. قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان إن ثلث مساحة البلاد تحت الماء حاليا، مما يمثل أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الأشخاص في مناطق شاسعة من باكستان فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية. أعلن مسؤولون أن أكثر من 1100 شخص لقوا حتفهم منذ يونيو الماضي عندما بدأت هطول الأمطار الموسمية، حيث طالت أضرار الفيضانات هذا العام أكثر من 33 مليون شخص، أي واحد من كل 7 باكستانيين، حسب ما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلغاء الإطلاق المقرر لصاروخها الجديد نحو القمر. وأرجعت الوكالة الإلغاء لمشكلة فنية في أحد محركاته، مما يؤجل لبضعة أيام على الأقل بدء هذه المهمة التي تشكل انطلاق برنامج أرتيمس الفضائي الأمريكي للعودة إلى القمر. وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن تاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون في 2 ثم 5 من سبتمبر القادم.
والآن مع أخبار المنافسات المختلفة. أخبار الرياضة والملاعب مرة أخرى مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم هبة حسين ومحمد عبدو. والآن مع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. اختتم المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 استعداداته لمواجهة نظيره السوري غدا بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما المقامة بالجزائر. كان منتخب الناشئين قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز بالجولة الأولى والثانية على حساب السعودية ولبنان. فاز فيتشر على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع فيتشر رصيده إلى 56 نقطة بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة بالمركز الأخير. تختتم غدا مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الممتاز بأبرز مباريات الغد. يستضيف الزمالك فريق إيسترن كومباني، بينما يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا. يواجه بيراميدز فريق الجونة، بينما تأتي باقي المواجهات على النحو التالي. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن فسخ تعاقده مع لاعب الوسط روس باركلي بالتراضي بين الطرفين. كان باركلي قد انتقل إلى تشيلسي قادما من إيفرتون عام 2018 مقابل 17 مليون يورو، حيث شارك مع البلوز ب 100 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 11 آخرين. نهاية الأخبار الرياضية، عودة إلى هبة ومحمد. أشكرك رغدة. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى متولي الذي رحل عن عالمنا عام 2000 عن عمر ناهز 51 عاما. شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الهامة مثل سلام يا صاحبي واللعب مع الكبار. الآن مع الوقفة الخاصة باستعراض أحوال الطقس والأحوال الجوية. أحوال المناخ مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. نبدأ بالقاهرة 34-24 الطقس حار، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-23، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-23. ننتقل إلى السويس 35-24، العريش 31-24، طابق 39-26، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28. بالنسبة للأقصر 43-28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 39-28، أخيرا حلايب 36-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. Thank you.
والآن فمع أبرز لقطة في هذا اليوم. إلى هنا نصل لنهاية نشرة التاسعة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي. خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ورئيس الوزراء العراقيين، الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ويشدد على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم. مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات لمحتجين بالمنطقة الخضراء ببغداد، والقاضمي يدعو المتظاهرين للانسحاب الفوري من المنطقة. نهاية النشرة، لكن هواء التاسعة يستمر معكم والإعلامي يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا هبة؟ ازيك يا عبدو؟ عامل ايه؟ مساء الخير. ايه الأخبار؟ كله زي الفل. كله ماشي؟ الحمد لله. شفتوا النهاردة المؤتمر الصحفي الخاص بوزير المالية؟ شفتوا الأرقام؟ صحيح. حاجة تشرف، حاجة تفرح، مش كده؟ أكيد، حتى هيبقى معاك يعني متابعة للأرقام دي ولقاءات تانية كتير في التسعة. هنتكلم عليها الحقيقة، يعني أنا بفكر فعلا نتكلم عليها، بس عايزين نتكلم عليها باستفاضة، لأنه أنا في دماغي يا أخي علامة استفهام وقدامها 15 علامة تعجب. هو إيه قصة التشكيك اللي بيجرى لما أنا قدامي حقائق وأرقام بشكك في الإيه؟ ده شيء بيغزني بصراحة، ولا أنا في ذلك حديث آخر يا جماعة. هتفندها أكيد معزوفك وفي حلقتك النهاردة، كل التوفيق بإذن الله. أشكركم جدا، شكرا يا هبة، شكرا يا عبدو، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.